بالتأكيد سؤالي الأول لحضرتك يخص المنتخب الروماني ومشاركته في اليورو، كيف تقيم هذه المشاركة؟ حسنا، بالنسبة لنا كانت فترة استعداد طويلة قبل البطولة، والتصفيات المؤهلة للبطولة كانت رائعة لنا، فالبطولة أظن أن المشاركة كانت جيدة ومفيدة للمنتخب الروماني. المنتخب بالطبع كانت رائعة لأن التصفيات كانت لم نخسر أي مباراة قبل التأهل لليورو، وكنا أفضل فريق مدافع في المجموعة، ولكن كل مدير فني لديه أفكار خاصة به ويقاتل ليجعل فريقه ليفوز بالمباريات، ولكن كان من أفضل الأداءات لرومانيا في تاريخها بعد الكثير من السنوات من الضغط ومن التوتر، استطعنا أن نصل لهذه البطولة الكبيرة. الأداء في البطولة كان جيد على مستوى المباريات، كنتوا تقدمون مباريات جيدة، ولكن النتائج لم تخدم المنتخب الروماني في النهاية، لماذا؟ النتائج هي ما تذكر في التاريخ بالطبع. ما أول مباراة حينما فزنا على أوكرانيا 3-0، كانت جيدة لنا، ولكن وكانت هذه من أكبر النتائج لمنتخبنا في التاريخ، فبالتالي كان يجب علينا أن نستمر في الفوز للتأهل. كانت مباراة هولندا كانت مباراة مختلفة، لديهم لاعبين رائعين وللأسف خسرنا. كمدير فني كنت أتمنى الأفضل لفريقي، أستطيع أن أقول أن اللاعبين الخصم منتخب رومانيا قد تطوروا كثيرا خلال هذه البطولة وأنا فخور بهم. لدينا لاعبين ذوي خبرة ولاعبين شباب، فبالتالي الجميع كان سعيدا بالأداء في هذه البطولة. في النهاية منتخب رومانيا والاتحاد الروماني اعتبروا أن المشاركة بعد الغياب لفترة طويلة في هذه البطولة كان مصدر فخر للمنتخب رومانيا. هذه البطولة تحديدا شهدت صعود وأداء جيد من كثير من المنتخبات التي لا تقدم بطولات كثيرة أو كبيرة في السنوات الماضية، حالة استثنائية لمعظم المنتخبات، والمستويات كانت متقاربة جدا. لماذا في هذه البطولة تحديدا المستويات كانت متقاربة جدا؟ أنا أؤمن أن قوة التصفيات المؤهلة للبطولة كانت شهدت ذلك، ولكن كما قلت من قبل أن الكثير من المنتخبات قد أحرزت الكثير من الأهداف وكانوا يقاتلون جيدا في مرحلة المجموعات، وخصوصا منتخب سويسرا. منتخب سويسرا قدم أداء مذهلا وكان مفاجأة في البطولة، وكان لديهم وتحلوا بالروح والتي تحلينا بها. أعتقد أني استطعت خلال هذه البطولة مع الفريق، مع فريقي والجهاز الفني، أن أدعم الفريق بشكل جيد. نعم كانت الأجواء صعبة، ولكن كما ذكرت مستوى الفرق كان رائعا في هذه البطولة. نحن استطعنا أن نتأهل بعد فترة صعبة، ولكننا قد لم نستطع أن نتأهل للبطولة آخر مدة، فبالتالي كانت ولكن النتائج وخصوصا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم كانت جيدة لنا. بالنسبة لرومانيا كبداية فإنها بداية عظيمة، هي فقط البداية لمنتخب رومانيا. المنتخب الأسباني بطل هذه البطولة، هل كنت تتوقع قبل بداية البطولة أن يتوج بها؟ بالواقع لم تكن إسبانيا واحدة من المنتخبات التي رشحتها، لديهم لاعبين صغار، لديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين ليوجدوا الاندماج والكيمياء الخاصة بالفريق، ولكنهم استطاعوا أن يكونوا لاعبين محترفين، استطاعوا أن يفوزوا بكل المباريات بعقلية كبيرة وبأداء رائع وتمركز جيد من جميع اللاعبين،
هم أكثر استحواذ على الكرة في كل المباريات. كانت مفاجأة للكثير، ولكن إسبانيا لديها بالطبع لديها هذه التقاليد الخاصة بالفوز بالبطولات. نعم، الفريق فريق شاب، فريق جديد، والمدير الفني استطاع أن يوجد هذه أن يحل هذه المعادلة، ولكني أؤمن أنهم استحقوا الفوز بالبطولة، وأقول من هنا أني أبارك لمنتخب إسبانيا على الفوز بيورو 2024.